مع أستاذ نادر شوقي وكيل اللاعبين. يا أستاذ نادر، مساء الخير على حضرتك. أنت أمور يا حبيبي، أخبارك إيه؟ كله تمام؟ سامعني؟ ألو؟ يا كابتن نادر؟ أنا سامع حضرتك. سامعني تمام؟ طيب، إحنا عايزين نطمن طبعًا من خلالك، بما إنك وكيل اللاعبين وبالتحديد وكيل اللاعب محمد محمود لاعب النادي الأهلي، وللأسف تم إصابته أو تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي. عايزين نطمن على محمد محمود بالتحديد من الناحية النفسية، وأكيد إصابة بالنسبة له ممكن تكون مؤثرة مع بداية مشواره مع النادي الأهلي. وكان في آمال كبيرة جدًا جدًا من الجماهير اللي كانت بتتابع محمد محمود في وادي دجلة، عارفين مدى أهمية هذه الصفقة ومدى الإفادة اللي كان ممكن يضيفها اللاعب لصفوف النادي الأهلي. طمنا على محمد محمود بشكل كامل. لا، هو عامة قدر الله ما شاء فعله، وبعد كده هي صفقة فعلا كويسة، وحتى الإصابة إن شاء الله يتعافى منها ويرجع أقوى من الأول، وهو على ذمة النادي الأهلي، على قوة النادي الأهلي لغاية 5 سنين قدام. بالظبط. العطلة دي من عند ربنا سبحانه وتعالى، خلاص هو مؤمن يعني، فالأهم إن هو يتعالج صح ويعمل العملية بتاعته في حتة كويسة ويتأهل صح وخلاص. تم الاستقرار إن شاء الله، إحنا شغالين وفي تنسيق ما بيني وبين كابتن سيد عبد الحفيظ، وربنا يكرم الاهلي النهارده طبعا. بكره ان شاء الله هيروح سفاره وهنخلص الفيزا ويسافر الاثنين او ثلاث ماكسيموم يعني. المانيا، ها؟ تم استقرار العمليه تكون في المانيا. اتفضل. العمليه هتكون العمليه الجراحيه بالنسبه لمحمد محمود هتكون في المانيا خلاص بشكل نهائي، صح؟ ان شاء الله في المانيا. والتاهيل فيما بعد العمليه، التاهيل تم الاستقرار على مكان التاهيل بالنسبه للاعب؟ لسه التنسيق دلوقتي حصل على العمليه. العمليه ان شاء الله تعمل في المانيا. التاهيل طبعا اكيد ان انا هطلب مقاطعه، اعتقد ان الاهلي عارف برضه ان التاهيل بره هيبقى احسن بكتير لمحمد محمود. اكيد. فبنصر برضه في المركز في المانيا برضه ان هو يتاهل فيه ان شاء الله، بس نخلص العمليه على خير ان شاء الله ونبتدي الخطوه الثانيه خطوه يعني. تمام. البعض قال ان كابتن نادر شوقي وكيل اللاعب يعني كان ليه بعض التصريحات ان ممكن الاصابه يتم اكتشاف ان هي مش رباط صليبي لما يتعرض الاشعه او تتعرض الاشعه ويتعمل اشعه جديده بالنسبه للاعب هناك في المانيا، هل الكلام ده صحيح ولا الامور ايه بالظبط؟ لا طبعا مش صح، ولا انا قلته ولا هو كتب في حته معروفه ولا اي حاجه، ده واحد بيجود بس. لكن لا، الاشعه اول ما اتعملت بعتها المانيا وتاكد ان هو رباط صليبي ساعتها يعني، وبروك خارجي، والاثنين ان شاء الله هيتعملوا مشاوير اعمال في المانيا عند دكتور فايلر. والنادي الاهلي عارف دكتور فايلر كويس، فيعني انا مطمن لحد ما ان شاء الله مشيت الرحمن كلها مش كويس ان شاء الله. انا مش طبيب عشان اقول مش عارف صح ولا غلط، طبعا انا دوري ان انا اتاكد من حاجه وانسق مع اداره النادي الاهلي عشان نعمل احسن حاجه للولد لعيب النادي الاهلي محمد محمود. بالظبط. طيب، هل الطبيب الالماني حط رينج مثلا المده اللي ممكن يغيبها محمد محمود من خلال هذه الاصابه لما شاف الاشعه؟ اي رباط صليبي دلوقتي حتى بنتكلم في 8 شهور، ده اي رباط 8 شهور الدكتور بيقول لك 8 شهور. تيجي بقى 6 تيجي 7، المهم ان هي في السبيس بتاعت 8 شهور. تمام. ان شاء الله نتمنى له العوده سريعا، وخصوصا ان هو احد اللاعبين البروميسنج بشكل كبير جدا للكره المصريه بشكل عام. طيب، بالنسبه للجونه، وحضرتك طبعا المدير التنفيذي للشركه المسؤوله عن فريق كره القدم بنادي الجونه، وضميته من النادي الاهلي كل من احمد حمدي واحمد ياسر ريان، يعني هل في اتجاه لضم مزيد من اللاعبين من النادي الاهلي؟ هل في مفاوضات من قبل نادي الجونه؟ اكيد طبعا. مين بقى ممكن اللاعبين اللي يتم اضافتهم؟ لا، مين دي صعبه شويه، بس اكيد في تنسيق مع اداره النادي الاهلي، لان برضه لعيبه النادي الاهلي بتدي اللي احنا عايزينه في نادي الجونه. ف يعني احنا شغالين مع اداره النادي الاهلي ان احنا برضه نخلص 2 لعيبه او 3 في الفتره دي. 2 لعيبه. هل المفاوضات في مراحل متقدمه مع النادي الاهلي؟ اكيد. دايما المفاوضات بتبقى صعبه شويه في الاول، بعد كده بتهدى، بس ربنا يوفقهم النهارده الاول، بعد كده نكمل بكره المفاوضات. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن نادر شوقي، طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا، طبعا وكيل اللاعبين ووكيل كمان لاعب النادي الاهلي محمد محمود تعرض لاصابه مؤخرا، وكمان المدير التنفيذي للشركه المسؤول عن كره القدم بنادي الجونه، بنشكره شكرا جزيلا، واكيد بنتمنى له كل التوفيق. نرجع لاستاذ محمد درديري الناقد الرياضي بوكاله انباء.